سجلت مصر رقماً قياسياً غير مسبوق في نسبة الولادة القيصرية. فقد وصلت نسبة الولادات القيصرية إلى 72% من إجمالي عمليات الولادة في مصر. رغم أن الصحة العالمية حددت نسبة المعدل المثالي لعمليات الولادة القيصرية ما بين 10 إلى 15%، يأتي جزء من الارتفاع المتزايد للولادات القيصرية بالاختيار وبطلب من الأمهات. على كل حال، رغم تكلفتها التي تبدأ من 10,000 جنيه، إلا أن عوامل عدة ساهمت في هذا الارتفاع في مصر تحديداً، منها ضعف الثقافة الطبية وعدم الدراية بأهمية الولادة الطبيعية والاعتقاد بأن الألم يكون أقل في الولادة القيصرية. ارتفاع في عدد العمليات القيصرية في مصر رغم تكلفتها الباهظة. أولاً، أنت مع أو ضد العمليات القيصرية ولماذا؟ أنا مع، لأن في حالات كتير جداً 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 لازم فيها قيصرية وما ينفعش فيها طبيعي، وأنا بناء على تجربتي، يعني سواء في يعني كان عندي حمل الفترة الأول، يعني أول جوازي حملت بس أجهضت للأسف، فالإجهاض الطفل التاني كان طبيعي، فجربت طلق الولادة وجربت تعب الطبيعي، كان الموضوع صعب جدا 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 فوق ما أي حد يتخيلها. جيت في حملي التاني كان عندي مشاكل كتير في الكلى، وكان عندي سكر حمل، وكان عندي شوية دروبات في جسمي. فالدكتورة قالت، على فكرة أنا دكتورتي بالمناسبة عشان سمعت كذا حد بيقول يا جماعة في دكاترة بيستسهلوا الطبيعي، لا أنا دكتورتي ما كانتش مستسهلة خالص، قصدي القيصري، دكتورتي ما كانتش مستسهلة خالص القيصري، وقالت لي احنا ممكن نستنى لحد آخر التسع ونشوف طبيعي، وأنا اللي قررت أخد تجربة القيصري عشان تعبي اللي أنا جربته في حملي الأولاني، وعلشان التحاليل كتيرة اللي أنا عملتها، وعلشان أنا ما كنتش مستحملة الألم أكتر من كده. يارا، أنا استوقفتني كلمة استوقفتني من كل الحديث، عم تقولي أنه أنا قررت، فبالتالي هاي القرار رح نقوله لأميرة أحمد، مدربة تربية إيجابية. أميرة، اليوم بيقولوا لك فيما يتعلق بعملية الولادة القيصرية، لماذا لا نعتبرها حرية شخصية لكل شخص؟ عليه أن يقرر مصيره ومصير حياته بالطريقة التي يراها مناسبة. ما رأيك؟ هي الحقيقة دي حاجة مهمة جدا، إن كل إنسان فعلا يقدر يقرر، بس يقرر عن وعي وعن علم، إنه يكون عنده الوعي الكافي علشان يختار قرار صح، لكن هو يكون مش عارف إيجابيات وسلبيات اللي هو داخل عليه، ويكون الدكتور بيقول الموضوع ببساطة، وإن الموضوع سهل والولادة القيصرية سهلة والولادة الطبيعية سهلة، مع طبعا اللي احنا بنسمعه عنها، فهنا احنا بناخد قرار مش صح، أو بناخد قرار عن جهل أكتر منه عن وعي. طب وضحينا أكثر أميرة، يعني أنت مع أو ضد العمليات القيصرية ولماذا؟ أنا ضد الولادة القيصرية إلا في حالة الطوارئ. الحالة الطارئة دي هي عملية خطيرة جدا بيتعرض بيها الطفل والأم، فالموضوع مش سهل ومش هينفع يكون في إيد الأم إن هي تختار حاجة زي كده.